ماذا لو كنت تتنزه على الشاطئ وسمعت صراخ طفلة صغيرة تغرق؟ هل كنت ستتجاهل صراخها؟ بالطبع لا، حتما ستقفز بالماء وتحاول إنقاذها على الفور، حتى ولو تكلفك ذلك إتلاف حذائك الجلدي غالي الثمن. وقتها لن تفكر بمقارنة ثمن حياة الطفلة بثمن حذائك الأنيق. الغريب أنك إن تبرعت بنفس المبلغ لمؤسسة خيرية ما، قد تنقذ حياة طفل ما بنفس الطريقة أيضا. هناك أطفال في عدة أماكن في العالم يموتون يوميا من أمراض قابلة للعلاج، أو من الجوع، أو من المياه الملوثة. يموت سنويا 10 مليون طفل أقل من سن الخامسة جراء أسباب متعلقة بالفقر. فإذا كنت مستعدا لإتلاف حذائك غالي الثمن لإنقاذ حياة طفلة، فيجب عليك كذلك أن تكون مستعد للتبرع بنفس المبلغ على الأقل لإنقاذ حياة أخرى. أم أن حالة الطفلة التي تغرق أمامك تختلف عن الأخرى التي تموت في بلاد بعيدة؟ عليك ببساطة أن تعرف أن الطفل الذي يموت على بعد 5000 كيلومتر منك هو في الحقيقة على نفس درجة من الواقعية والحاجة للمساعدة كالذي يغرق أمامك، وليس مجرد صورة تراها بنشرة الأخبار.